مبسوط ان انا موجود معاكم النهاردة علشان نتكلم على احدث اجهزة اوبو في السوق المصري، الرينو 12 5G. انا موجود النهاردة في بي تيك ماكس، اكبر ستور موجود في مصر وافريقيا لبيع الاجهزة الالكترونية والمنزلية. الكلام النهاردة هيكون كتير قوي عن مزايا الذكاء الاصطناعي اللي موجودة في تليفون اوبو. تعالوا بقى نبدأ كلامنا على الرينو 12 5G بمزايا الذكاء الاصطناعي. بس خلوني قبل ما اتكلم معاكم في مزايا الذكاء الاصطناعي اقول لكم ان التليفون بالديزاين بتاعه منقول في حته تانية خالص. اولا هو نازل مصر بلونين، اللون السيلفر واللون البني، وكمان التليفون هيكون مقاوم للماء والاتربه IP65. وبما اننا هنتكلم على مزايا الذكاء الاصطناعي، فاهم ميزه بالنسبه لي دايما بستخدمها هي ميزه الاي اي اريزر، وبالتالي ده هيخلينا لازم نتكلم على الكاميرات اللي موجوده في التليفون. التليفون هنا فيه 3 كاميرات خلفية، الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بيكسل، والكاميرا الثانية الالترا وايد 8 ميجا بيكسل، وكاميرا ثالثة ماكرو 2 ميجا بيكسل. تعالوا بقى أخوكم في جولة سريعة نبدأ فيها الكلام عن مزايا الذكاء الاصطناعي، وحنبدأها بالاي اي اريزر. طبيعي اي حد بيصور اي صورة ممكن ان هو يظهر في خلفية الصورة اي شيء او اي شخص محتاج ان هو يشيله. هي دي وظيفة الـ AI Eraser، ان انت بلمسة بسيطة بتحدد الشيء او الشخص اللي انت عايز تمسحه من الصورة بدون التقليل من الجودة بتاعتها، والذكاء الاصطناعي هيعمل على تحسين الصورة، وبعد ازالة الشخص او الشيء يعيد هيكلتها مرة اخرى بحيث ان انت ما تحسش ابدا ان في شيء تم ازالته من الصورة دي. زمان احنا لما كنا بنحب ان احنا نعمل كروت معايدة كنا بنقص الكلام ونلزقه او نكتب كلام كتير على كارت المعايدة، الكلام ده كان زمان. ولكن دلوقتي عن طريق الـ AI Smart Image Matching تقدر ان انت تقص شخص او تكست وتبدأ ان انت تظبط الصورة زي ما انت عايز لو حابب ان انت تبعت كارت معايدة. اما بقى بالنسبة للناس اللي بتحب ان الصورة بتاعتها تتحط على اكتر من شخصية، الكلام ده هيعجبك قوي في الـ AI Studio، لان انت لو خدت صورة سيلفي او حد صورك صورة شكلها حلو تقدر عن طريق الـ AI Studio ان انت تغير من شخصيتك في مجموعة متعددة ومتنوعة من الشخصيات. اما بقى لو كنتوا جروب وعايزين تاخدوا صورة سيلفي، فغالبا بتلاقوا دايما واحد كده واقف متطرف او بعيد شوية والصورة بتاعته الملامح بتاعتها ما بتبقاش واضحة. الـ AI Clear Face هيغير القصة ديت وهيعيد تحسين الصورة علشان يحسن الملامح بتاعة الشخص اللي واقف بعيد. مش بس كده، انت كمان لو خدت سيلفي مع مجموعة او صورت بالكاميرا الخلفية مجموعة من الناس وواحد فيهم كان مغمض عينيه، فتقدر ان انت عن طريق الـ AI Best Face ان انت تصلح القصة ديت وتخلي اللي مغمض عينه يفتحها علشان الصورة تبقى اجمل. وطبعا مزايا الذكاء الاصطناعي في التعديل على الصور دي اهميتها مش اثناء التصوير، لان اثناء التصوير احنا نقدر ان احنا نبص ونركز، ولكن في صور كتير قوي ما بنركزش فيها، ولما بنروح ونتفرج عليها ما بيبقاش في امكانيه ان احنا نرجع تاني علشان ناخد نفس الصوره مره تانيه. فمن هنا اتعملت مزايا الذكاء الاصطناعي علشان تقدر تعدل على اي صوره بعد ما تروح البيت. طبعا كلنا معرضين ان احنا نكون في مكان الشبكه بتاعته ضعيفه، ولكن الكلام ده تنسوه، لان مع اوبو رينو 12 5G في انتنة سراوندد 360 درجة، وعن طريقها وبمساعدة الذكاء الاصطناعي الـ AI Link Boost تقدر ان انت تعزز الشبكات والاتصال بتاعك، لان بيتم التنقل ما بين الشبكة وما بين الواي فاي بحيث ان انت ما تفقدش الجودة بتاعت الاتصال ويقدم لك افضل جودة للاتصال والطرف التاني مش هيحس باي فرق. اما بقى لو انت في مكان دوشة وخايف ان الطرف الاخر ما يسمعكش بوضوح، فتقدر ان انت تفعل خاصية AI Clear Voice، ودي بتخلي صوتك يوصل للطرف التاني بوضوح اكتر بحيث ان هو بيعمل على عزل الضوضاء المحيطة بيك. اما بقى بالنسبة للطلبة اللي بتحب ان هي تسجل محاضرات والمحاضرات دي بتبقى مدتها طويلة، فتقدر عن طريق الـ AI Recording Summary ان هي تحول المحاضرة ديت لنص مكتوب ومختصر. اما بقى لو انت في مكان مفيش فيه شبكة اصلا، لا في شبكة اتصال ولا في واي فاي، فتقدر ان انت تعمل مكالمة في محيط 200 متر مع طرف اخر، ولكن بشرطين. رقم واحد ان انت تكونوا عاملين انتوا الاتنين اكاونت على اوبو،
رقم 2 ان يكون معاكم نفس التليفون من سلسله اوبو رينو 12 5G. تعالوا بقى نروح للناس اللي بتحب ان هي تستمتع بالصوتيات. التليفون هنا فيه سماعتين علشان يقدم لك صوت محيطي عالي وواضح، بالاضافه لميزه بسيطه جدا اسمها الترا فوليوم مود، دي بتعلي الصوت 300%. اوبو رينو 12 5G جاي بشاشه اموليد 6.7 بوصه بمعدل تحديث 120 هرتز، ونسبه استحواذ الشاشه من جسم التليفون 93%، ومحميه بطبقه حمايه جوريلا جلاس 7i. التليفون جاي بمعالج من ميديا تيك دايمنستي 7300، ذاكره 512 جيجا مع 12 جيجا رام، وتقدر ان انت تضاعف الرام لحد 24 جيجا عن طريق انك تزود 12 جيجا رام من الذاكره الداخليه. التليفون فيه بطاريه 5000 ملي امبير هتقضيك اليوم كله مرتاح. ومش بس كده، لو البطاريه فضيت منك فموجود مع التليفون في العلبه، ودي نقطه مهمه جدا، شاحن سوبر فوك بقدره 80 واط، بيقدر في خلال 5 دقائق انه يشحن لك التليفون 18% و100% في 47 دقيقه. مبسوط جدا ان انا كنت معاكم النهارده في الحديث عن مجموعه من الخواص اللي موجوده في تليفون اوبو رينو 12 5G.